الثانية صباحاً 11 بتوقيت غرينتش، موجز لأهم الأنباء يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. قام رئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، والتقى سيادته مع طلبة الأكاديمية كما تفقد نادي الفروسية. كما اطمأن الرئيس السيسي على مستوى التأهيل والتدريب الخاص بالدورات المدنية بمختلف الوزارات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. كما التقى الرئيس السيسي بطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، وأكد أن الدولة حرصت على تقديم أفضل أنواع التدريب المتاحة لطلبة الأكاديمية. من ناحية أخرى، أوضح الرئيس السيسي أن تطوير بنية قطاع النقل وجودة وسائل المواصلات كلف الدولة تريليوني جنيه، وأشار إلى أن مصر تمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع دول الشمال، وذلك من خلال الربط الكهربائي وتصدير الغاز. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكا، والذي يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تساهم القوات المسلحة في تنفيذها. واستمع رئيس الأركان إلى عرض تفصيلي تضمن أحدث المستجدات بالمشروع والخطط الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المتنامية، والتي تمثل إضافة لمساحة مصر الزراعية وتهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق طفرة زراعية في مجال الأمن الغذائي. عقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذي يعمل بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الاستصلاح الزراعي، والاطمئنان على مراحل العمل بالمشروع وفقا لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره. ودعا الثلاثي في بيان عقب اجتماعهم في مدينة بني غازي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من النقاط، منها أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية في ليبيا. كما اتفق قادة الرئاسة والنواب والجيش على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات. تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اتصالا هاتفيا من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، حيث قدم الشكر لباتيلي على جهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية. ونوه المنفي بحرص كل القيادات في ليبيا لإنجاز انتخابات شاملة عادلة وشفافة وذات مصداقية. من جانبه أعرب المسؤول الأممي عن أسفه للأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن إنجاز الانتخابات يؤسس الاستقرار الدائم في ليبيا. أكد رئيس المجلس الانتقالي بالنيجر التصدي لأي اعتداء محتمل على بلاده، مشددا في الوقت نفسه على الاستعداد للحوار. وأوضح رئيس المجلس الانتقالي بالنيجر أن الفترة الانتقالية لن تتجاوز 3 سنوات، داعيا القوى السياسية إلى تقديم رؤيتها خلال 30 يوما، منوها بأن المجلس يطلق حوارا وطنيا للخروج من الأزمة.
وصلنا إلى ختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، ولكم مني تحية، أنا آية عبد اللطيف.